في كردستان من تمركز القوى في أيدي أشخاص وحزب محدد في السلطة له مبرر، والمبرر هو السوابق الأمور يدخلنا ويعني يقول لنا أن نتخوف، ويكون لدينا مخاوف كبيرة تجاه التصرفات السياسية السابقة لحكومة السيد المالكي، لأن كل الوعود اللي قطعوها في اتفاقية أربيل وكل ما جاء في دستور العراق في الدستور العراقي لم يتحقق منها، مثل قضية المناطق المتنازعة وقضية البيشمركة وقضايا النفط والغاز في العراق. لذلك الخوف الموجود في كردستان وداخل الشعب الكردي خوف مبرر وله تبريرات منطقية.